قمة مراكش تأتي في سياق يتسم بمعطى يكتسي دلالة مهمة يتمثل في دخول اتفاقية باريس وفي وقت قياسي حيز التنفيذ، وتنعقد أيضا في مدينة اتخذت بها العديد من القرارات الدولية المهمة خلال قمة كوب 7، وهذا يدفع إلى توقع تحقيق هذه القمة لنتائج جيدة وتقدم من أجل تنزيل اتفاقية باريس. Para operacionalizar el acuerdo de París. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر منطقة هشة أمام التغيرات المناخية، وتشهد مستوى كبيرا من التصحر، وهي إشكالية تعاني منها الأرجنتين أيضا، حيث إن حوالي 80% من أراضيها متدهورة وتعاني من التصحر، وبالتالي ينبغي التأكيد على أهمية التعاون لا سيما بين بلدان الجنوب وتقاسم التجارب خصوصا في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية. الأرجنتين والمغرب بحاجة للتكيف مع التغيرات المناخية، وهما يقومان بمجهودات كبيرة في مجال الحد من آثار هذه التغيرات. جهود المغرب تتجلى على الخصوص في مشاريع مثل مركب نور والزازات للطاقة الشمسية الذي يمثل مكسبا مهما لبلد يسير في طريق النمو، إضافة إلى مشاريع التنموية التي تنخرط فيها وكالة التنمية الفلاحية لا سيما بمناطق الواحات من أجل توفير السقي لهذه المناطق والحفاظ على موارد عيش ساكنتها الهشة. الأرجنتين من جهتها تقوم بجهود كبيرة في مجال الحد والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، لا سيما على مستوى القطاع الزراعي الذي يبقى بحاجة إلى التمويل من قبل الهيئات متعددة الأطراف القائمة في إطار اتفاق باريس. المغرب وحسب ما أعرفه وما عاينته يتوفر على مقومات كبيرة على مستوى مؤسساته وتقنيه، وهو بلد يمكن أن يحقق نتائج غير متوقعة حقا إذا حظي بالمساعدة المالية. المغرب والأرجنتين يتوفران على مقومات وإمكانية للتعاون الثنائي والتعاون جنوب-جنوب في المجال البيئي يتعين عليهما استغلالها. والتعاون جنوب-جنوب يقرب البلدان التي تعاني من مشاكل وإشكاليات متشابهة، ويمكنهما تقاسم التجارب والحلول والتحدث بنفس اللغة ومواجهة نفس التحديات. إن الأرجنتين والمغرب حيث يقدم البلدان نموذجا في هذا المجال، والسبيل لتحقيق ذلك هو مزيد من الحوار. compartir soluciones.